لا 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 لا. سماء زرقاء، غيوم بيضاء، بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب، تهديهم نورا وضياء. شعاع النور بكل سرور، يزور الكل بلا استثناء. صباح الخير، صباح النور، صباح عطر الأجواء. كوفاء النحلة للوعد، سوف نفي دوما بالوعد، ونلاقي كل الأصحاب كي نملأ بالحب الأرض. ومعا نتعاون ونجد، نتساعد والخير نجد، نتحدى كل الصعاب، ويدا بيد نتحد. سماء زرقاء، غيوم بيضاء، بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب، تهديهم نورا وضياء. دودو والأصدقاء. مرحبا أصدقائي، سنبدأ الحلقة. أهلا بك. لمن الكعك؟ انتهيت من صنعه، سأرسله لدبدوب. لابد أن يسر به دبدوب كثيرا. دبدوب، أنت مشغول بغرس الأشجار، سأحضر لك كعكة. شكرا لك كثيرا يا زهورة. سأرسل الكعكة لدبدوب. لا 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 لا. زهورة زهورة، انتظري زهورة. ما الأمر يا أخضر؟ تكلم. أنا جائع جدا يا زهورة، ماذا تحملين بيدك؟ ها؟ أهو شيء يؤكل؟ هذا كعك صنعته وأريد أن أرسله. عرفت أنني جائع يا زهورة، أنت لطيفة جدا. شكرا لك زهورة على الكعك، شكرا. لكن أعرف أعرف، إنه من أجلي أنا. شكرا لك يا زهورة، شكرا. لابد أنه لذيذ، أنت ماهرة في صنع الكعك. هذا الكعك من أجل دبدوب، انتظر يا أخضر. يجب أن أسرع بسرعة بسرعة. زهورة قلقة جدا. لابد أن دبدوب جائع، سأوصله بسرعة. من؟ دودو، ما الأمر؟ تكلم. لا شيء، إلا أنني أشعر بالجوع الشديد. هل لديك ما يؤكل؟ كعك مثلا. حسنا. لابد أن هذا الكعك اللذيذ لي. شكرا دودو. شكرا دودو. شكرا زهورة، شكرا على هذا الكعك. إلى اللقاء. لكن انتظر. إنني جائع. بسمة كلمة ورسمة. السلام عليكم، كيف حالك يا صديقي الصيف؟ ومن أنت؟ أنا الرقم واحد، ولي أسماء كثيرة تختلف باختلاف المعدود. أعرف هذا الغاز جيدا، فهو يستخدم في صناعة مصابيح الإضاءة بالنيون التي تنير غرفتي في المنزل. أنا لم أنهي كلامي بعد. سأوفر عليك الجهد وأختصر لك الموضوع. نحن بني البشر نصف كل شخص متقدم في علم أو فضيلة أو غير ذلك بأنه وحيد دهره وزمانه، والغريب أن قرنه ينمو فوق أنفه وليس فوق أذنيه كسائر الحيوانات. وكذلك ثني الأفعى هو معوج منها إذا ما تفنت في أثناء سيرها. البرنامج التالي. هيا يا سيدي.
لقد تأخرت زهورة كثيرا، لما لم تأتي بعد؟ كعكي ألم يا لا 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 كعكي ألم يا أخطر. انظري يا كعكي ما أجمل لونه. كعكي ألم إنه مغطى بالشوكولاتة، أما كعكك يا دودو فلا. ما هذا الكلام؟ انظر لكعكي، انظر إلى ألوانه. لأتذوق وأرى أيهما أفضل. حسنا تذوق كعكي. تؤكد كعكي أفضل لأنه لا يحتوي على الشوكولاتة. يبدو أنني لم أصل لنتيجة، دعني أتذوق واحدة أخرى دودو. كفى كفى توقف، لم يتبقى سوى واحدة. الآن دعني أجرب كعكك يا أخضر. طبعا لا، لكنك تذوقت كل كعك أخضر. دودو أخضر. ماذا تفعلان هنا؟ نأكل الكعك. إنه من عند زهورة، اذهب وخذ حصتك. إنه لذيذ. كعك من عند زهورة؟ أجل ولذيذ. زهورة تصنع كعكا لذيذا. أعطني كعكة أخضر. طبعا لا، لم أعطيك من. أعطني واحدة فقط. ابتعد يا جوزي فقط. لابد أن دبدوب جائع، سوف أسرع. مرحبا زهورة. أهلا. لقد أتيت لأخذ حصتي من الكعك، هكذا قال دودو وأخضر. سأخذ واحدة. شكرا لك يا زهورة، كعكك لذيذ. سأخذ واحدة أخرى، وأيضا هذا، سأخذ الطعم كله. شكرا لك يا زهورة، أراك لاحقا، سأذهب للبيت، وداعا. ماذا؟ انتظر يا بديع. يبدو أن دبدوب لن يأكل من كعك اليوم. زهورة متى أحصل على الكعك؟ إنني جاء. عملت زهورة كعكا لدبدوب طوال اليوم، لكن الآخرين أخذوه وبقي دبدوب جائعا جدا. نأمل ألا يكرر الأصدقاء الصغار هذا ثانية. لا 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 لا. سماء زرقاء، غيوم بيضاء، بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب، تهديهم نورا وضياء. شعاع النور بكل سرور، يزور الكل بلا استثناء. صباح الخير، صباح النور، صباح عطر الأجواء. كوفاء النحلة للورد، سوف نفي دوما بالوعد، ونلاقي كل الأصحاب كي نملأ بالحب الأرض. ومعا نتعاون ونجد، نتساعد والخير نجد، نتحدى كل الصعاب، ويدا بيد نتحد. سماء زرقاء، غيوم بيضاء، بينهما شمس صفراء، تدق الباب على الأحباب.